الدكتور نذير عبيدات ينضم الي ناطق الاعلام ورئيس ملف كورونا. دكتور مساء الخير يا سيدي. مش سامع الصوت لو سمحت. دكتور نذير مساء الخير. مساء النور. هلا. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. بعد يعني اكتشاف 3 حالات يوم امس يا سيدي، كيف تكون الاجراءات بما يتعلق بموضوع تقصي الوباء يا سيدي؟ يعني تقصد 3 حالات اللي في جبل النصر؟ نعم. واللي هم من خلال التقصي العشوائي والفحوصات العشوائية. نعم نعم. طبعا هذا لا يعني انهم يعني لا يوجد مصدر للعدوى، لابد من اجراء التقصي واتخاذ يعني ان نذهب الى هؤلاء المصابين وناخذ بعض المعلومات لنتأكد إذا ما كان هناك مصدر للعدوى. نعم. فعلى فرق التقصي والرصد الوبائي أن تقوم بالمزيد من البحث عن هذه الحالات للتأكد أنه من مصدر العدوى لهذه الحالات. إذن هناك عمل بهذا الموضوع، نتمنى أن نصل إلى نتيجة ومعرفة مصدر العدوى. نعم. إذا دكتور هذا جهد كبير ستقوم به لجان تقصي الوباء، يعني كل من خالط هذا الشخص، كل من اشترى من هذا الموقع، كل من صافح هذا الشخص، أيضا أفراد عائلته أصدقائه، يعني أنا أعتقد جهد كبير. يعني مضبوط، لكن قد نصل إلى مصدر العدوى، ولكن يعني أصبح من الواضح أن هناك بعض الحالات اللي من الصعب معرفة مصدر العدوى فيها، هي حالات ما زالت قليلة، لكن تقصي العشوائي وإجراء الفحوصات العشوائية يعني يمكن أن يعطينا فكرة عن مدى وجود مثل هذه الحالات وكم عددها، وإذا ما كان هناك عدد قليل إن شاء الله يبقى الموضوع تحت السيطرة بإذن الله. اليوم عطوفتك اليوم 9 على التوالي في محافظة إربد لم تسجل ولا حالة، وهذا يعني أشياء مبشرة بالخير وأشياء رائعة جدا. صف لنا حالة الكورونا في محافظة إربد سيدي. طبعا بما يعني إربد، يعني نعود إلى إربد، إربد كان في وضع شوي مختلف. نعم. كان في حفل، وكان يمكن معرفة الناس اللي حضروا الحفل والمخالطين منهم. نعم. فالموضوع في إربد يعني هو صحيح كان مشكلة كبيرة، ويعني اللجنة التي قامت بالعمل بالتعاون مع وزارة الصحة وقوات الجيش العربي والأمن العام، الكل شارك، والجهات الأمنية بشكل عام كل شارك في يعني الواجب، وتم الحمد لله القيام بكل من كل منهم قام بواجبهم، الحمد وبالتالي لله. حصل يعني حصلت نتيجة كنا يعني نشكرهم عليها، ونستطيع أن نقول بعد 3 أيام إنه إن شاء الله الأمور جيدة وتم السيطرة على هذه البؤرة. نعم. لكن إذا ما تحدثنا عن مدينة عمان فيمكن الأمور مختلفة، في عندنا يعني 5 ملايين شخص يعيشون أو مواطن يعيش في مدينة عمان، هناك صح. بعض الأحياء اللي فيها كثافة سكانية عالية، فنتمنى أن لا تصل الأمور يعني إلى أننا لابد من اتخاذ إجراءات أو توصية باتخاذ إجراءات مماثلة في مدينة كما كان في مدينة إربد، لكن كل شيء ممكن ويعتمد على النتائج الفحوصات العشوائية التي ستتم وبأعداد كبيرة إن شاء الله في هذه الأحياء في مدينة إن شاء الله. دكتور لكن الأمور واضحة، الأمور مطمئنة إن شاء الله تعالى. لكن سؤال أخير دكتور، حالة المرضى الآن اللي ترقد على أسرة الشفاء سواء كانوا في مستشفى الأمير حمزة أو مستشفى البشير أو حتى في مستشفى الملك المؤسس، كيف حالتهم الصحية؟ يعني إجمالا معظم الحالات هي حالات خفيفة، وإن شاء الله معظمها يتماثل للشفاء. في حوالي 8 حالات هي حالات متوسطة، نتمنى أن يتماثلوا أيضا بالشفاء.
في 4 حالات في العناية المركزة، وأحدهم فقط على جهاز تنفس اصطناعي. يعني الأمور مستقرة، ونتمنى أن يكونوا دائما بخير وأن يتماسك الشفاء إن شاء الله. إن شاء الله تعالى، يعني نتمنى لهم السلامة والشفاء العاجل لكل منهم على أسرة الشفاء. كل الشكر دكتور نذير عبيدات الناطق والرسمي والإعلامي أيضا بملف فيروس كورونا. كل الشكر يا سيدي، تحياتي لك.